ده يا حباب قلبي ما شاء الله تبارك الله. الرز بتاعنا بعد ما طلع من الفرن اهو ما شاء الله، لا عايز ميه ولا عايز حليب ولا عايز اي حاجه. ودي السمنه البلدي بتاعتنا بتاع كل مره اللي بنحطها زي ما انتم عارفين، هي بتسيح اول ما بيدخل الفرن ما شاء الله تبارك الله، زي ما انتم شايفين بالشكل ده ما شاء الله. ده هحطه بقى في الفرن واغطيه واسيبه شويه بقى ايه يتردد كده مع نفسه. الخطر في مصر ما شاء الله تبارك الله. ده الاكل بتاعنا خلصناه اهو بعد ما عملنا الرز والبسله. دي السلطه الخضراء، وده احمد الرخم ما شاء الله تبارك الله. اتفضلوا معانا بقى عليكم وانا بقى الف هنا وشفا. ده سمك مقلي ما شاء الله تبارك الله، زي ما انتم شايفين بالشكل والجمال ده. عليكم وانا بقى الف هنا وشفا. واتفضلوا معانا بقى بشير وسبسكرايب للقناه، والى اللقاء في فيديو اخر. وجنه هيت ودمتم في امان الله.